صراحة بيبي ستيك تمام. طبعا احنا بنشرح الحتة دي كتير ازاي، بيجي من حتة بالظبط تمام، وهنروح للسبيسة والصوصات اللي بتتسوى ازاي، والصوصات اللي هي تنفع في الشاي تمام. هي مبدئيا بتتعب بيبي ستيك جاية من علبة ستيك تمام، جينا في الحجم ده كده، لما بتيجي نرينها بنديها ملح فلفل اسود مطبوش تمام زيت، وعشان لو امكن لو احنا هنعمل صوص فيها صوص عشان تتغذى روزماري او طيب تمام. بنيجي نسويها عندنا مثلا خمس انواع صوص، عندنا البيو، عندنا الريب، عندنا ميديوم ريب، ميديوم ويل، ويل المتاح من اول الريب ده من ضمن انواع صوص، لكن البيو مش متاح اوي خصوصا في العادي بتاعه في العرب. طبعا عندنا الخلاط اللي هي بتشتغل مع اللحوم، الديمي جلاس عشان نجيبه بيجي ازاي؟ عندنا العظم البيتلو مع بوكيه جرنيه مضبوط زي البصل زي الكرفس زي الثوم زي الورق اللورا الحبهان تمام، مع العظم كتير ونرش ونتبل العظم كويس مع الزبدة ونخش كل لون لحد ما يبقى لون محمر لونه كراميلايز تمام، مع الفيجر بنجيب حلة مثلا على النار تمام، مع الزيت والسلطات والفيجر مع العظم تمام. طبعا بنزوده بقى عشان خلاص انا وصلت بيمر ثلاث مراحل، بمياش خلاص بمجلات ثلاث مراحل عشان اوصل لمرحله البيجلات دي مش اقل من 24 ساعه، بنحل على الله تاخد البيت مع بعضها لحد ما توصل بيديني الخطوه بتاعت الايه اللي هو المنظر ده. ده اصل ده دي مكانش اخف من كده بيبقى ليش تاني، اخف برضه من كده بيبقى ليش تاني، الاخف خلاص بيبقى فيه تمام. يمكن لو جيت سويت الحته مثلا حسب انواع التسويه اللي بتاعها عندي تمام، وعندي الصوت ده طبعا جاي من ده بس البيت بتاع الصوصات كلها فين حته زبده سنة بصلة زينو ممتازة تمام. نعمل مصر النهارده، نعمل مصر حسب ما نحتاج. بس انا عندي صوص مشروم تمام، او صوص مثلا بيبر او اي ايا كان، واضيف الصوص اللي عندي بس كده المشروم عموما بيكون لايت لونه لايت، ما بيكونش ولا هو غامق زي ده كده ولا اللي هو الفاتح في الصوص الكريم، بيبقى لايت. طبعا لو عندي فلفل مطروش برضه في حاجه الشباب بيعملوها، فلفل مطروش او الفلفل الاسود عموما عشان اعمله لازم بسخنه الاول في طاسه لحد ما اخد الفليفر بتاعه وباجي احمصه، يا اما بالبيبر بيلت يا اما بال انا ايه هرش بأي حاجة مثلا صح.
افضل ان انا اقرمشه مع بطاطس بوري تمام، مش انضف بتاعه مثلا يعني، حسب لو في ريميكان مثلا ممكن احطه يعني طيب جنبيه او ان انا احطه عليه. قرمش مثلا لو في قرص فيه مثلا او في اي حاجه متاحه قدامي متاحه قدامي بحطه. عشان اخد الريحه العطريه بتاعته او الزيت العطر بتاعه لازم ان انا يعني احمصه شويه بحيث ان انا اخد النكهه بتاعته اللي هي الزيت العطريه بتاعته. كذلك برضه لما عملنا الكور مشروم ده اللون بتاعه صحيح. ما نحطش عليه كريمه بقى. ده اللون بتاعه صحيح. الديبر لازم يبقى لونه براون كده. احنا بقى بنعمل ايه؟ الجرنطه في ناس بتجي شويه كريمه مظبوط كام نقطه كده وتعملهم بالتصبيحه. فده مش في ايه؟ شكرا يا شباب. التريننج بتاع النهارده انواع الصوص بتاعه الستيك. شكرا.